دقيقة 41 من زمن الشوط الثاني، والتعادل لازال بدون أهداف بين الزمالك والإنتاج، وضرب الجزاء لنادي الزمالك. عيد عبد الملك وضرب الجزاء لنادي الزمالك، والتعادل بدون أهداف حتى الآن. وصفر أحمد الدليل، وتنفس الزمالك الصعداء في الدقيقة 41 بهدف لأحمد عيد عبد الملك في الدقيقة 41 من زمن الشوط الثاني من ضربة جزاء. هو يعني حق ربنا ان الزمالك اقرب للثلاث نقاط، انما ما تجيش بالطريقه دي. اللي ربنا ليه حكمه، ربنا ليه حكمه، انما ما نبخس حق اسماعيل وفرقته ابدا، ما نبخس حق مستر فييرا وادائه ولياقه لعبته وتغييراته والاداء الجماعي لنادي الزمالك، وانعابه ان هو ما فيش سرعه والهات وخد، وان الكرات اللي من الاجناب قليله. صوروا ده الهدف الثاني لعيد تيمور.